لو كان يفهم انزيم اسمه رينين بين ولا بينين بينين، نمسك حاجه حاجه ونتكلم عنها بالتفصيل. سيبك ال HCL وده سترونج اسيد، اتفقنا، طالع من خليه في الاستومك يسمى اوكسنتيك، اسم ده براءه الاستومك. وعشان سيادتك هو سترونج اسيد ده بيعمل دي ناتشوريشن وكمان انفولدنج للبروتين، ويخلي جميع البيبتايد كوم اكسبوز للاكشن اوف الدايجستيف انزايمز. حاجه ثانيه برضه بتطلع يا جماعه اسمها بيبت سينوجين، بيطلع من خليه في الاستومك تسمى شيف سيل اوف ذا ستومك، طلع في صوره انكتيف تسمى بيبت سينوجين، راح الكافيتي اوف ذا ستومك حصل له اكتيفيشن. عرفنا ازاي؟ باي موفل اوف الكولي بيبتايد تشين اللي مغطيه الاكتيف سايت بتاع الانزيم، اصبح اكتيف. كمان الاكتف بيبسين هيساهم في تحويل البيبسينوجين انتو بيبسين، وده سميناه مع بعض اوتو كاتاليسيس او اوتو اكتيفيشن. عرفت ازاي بيطلع البيبسين؟ لازم اعرف بقى بيشتغل ازاي. اتفقنا اي انزيم عشان اعرف بيشتغل ازاي لازم اعرف عنه حاجتين. اول حاجه بيقطع بيبتايد كوم من نص ولا من الطرف، هو لو بيقطع من النص يبقى اسمه انتو بيبتايد، ولو بيقطع من الطرف يبقى اسمه اكسو بيبتايديز. ركوا معايا، هو البيبسين انو ولا اكسو؟ انو بيبتايديز. الحاجه الثانيه عايزين نعرف السبيسيفيسيتي بتاعته، شغال على اي بيبتايد جروب، سبيسيفيك لاي نوع؟ قال لك هو سبيسيفيك للبيبتايد جروب كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلبس ويت اروماتيك. وكمان اظن كلكم سمعتوا الكلام وراجعتوا الامينو اسيد، هما مين الاروماتيك امينو اسيد؟ فينايل الانين وتيروزين وتريبتوفان. ومين الاسيديك امينو اسيد؟ اسبورتيك اسيد وكمان سيادتك ايه؟ جلوتاميك اسيد. اوعى تنسى كمان البيبسين ده لميلك كلوتنج اكتيفيتي، يعني ممكن يساهم في الكلوتنج اوف الميلك. دخلنا بعد كده على انزيم مش موجود في الادلت، ده موجود سيادتك بس في الانفنت. الانزيم ده يسمى رينين. الرينين شغال ازاي؟ قال لك بيشتغل على الكازين اوف الميلك، يحوله لحاجه اسمها باراكازين، يروح الباراكازين شابك في الكالسيوم اللي برضه في الميلك سيادتك، ويديني حاجه اسمها كالسيوم بارا كازينيت اللي اسمه سيادتك ايه؟ ميلك كلود. ايه فايده الكلام ده؟ فايده الكلام ده ان الميلك يا جماعه ليكويد، وبالتالي بيحصل له ايه؟ رابيد ايفاكويشن، فهيفضل سيادتك في الاستومك والانتستين فور ليميتد تايم، كده مش هقدر استفيد منه كويس. اروح انا بقى بالرينين محول الكازين لباراكازين مع الكالسيوم كالسيوم باراكازينين اللي اسمه ميلك كلود، وده سيمي سوليد، حولت الميلك الليكويد لصوره سيمي سوليد. انا كده عملت ديلي للجاستريك ايفاكويشن وكده allowed more time for digestion and absorption of الميلك، كده الانفنت بتاعي هيستفيد الاستفاده القصوى من ميلك اللي شربه. حلو الكلام ده يا جماعه، دور الاستومك وبيها حولت البروتين الكبير قوي اللي كان فولدد بهذا الشكل لحاجه تسمى لارج بيبتايد. يبقى حولت في الاستومك عن طريق ال HCL وكمان البيبسين البروتين الى لارج بيبتايد. نروح ننزل بقى الليفل اللي تحته شويه اللي اسمه انتستين، وفي الانتستين هلاقي نوعين من الانزيمز لو تفتكروا. في نوع جاي من البنكرياس اللي اسمه ايه؟ بنكرياتيك انزايم. وفي نوع تاني جاي من الانتستين نفسها سميناه مع بعض ايه؟ انتستينال انزايم. وقلنا الحصه اللي فاتت ان البنكرياتيك انزايمز اربعه تفتكروه؟ تريب سينوجين وكايمو تريبسينوجين وبرو الاستيز وبرو كاربوكسي بيبتايديز. واتفقت معاك ان التريبسينوجين الان اكتف ده سيادتك اول ما يوصل للكافيتي اوف ذا انتستين يلاقي انزيم انت حافظ اسمه، اسمه ايه؟ انتيرو كايليز. احفظ اسمه التاني، اسمه التاني ايه؟ انتيرو بيبتايديز. يروح مخلي التريبسينوجين يتحول للاكتف فورم اللي اسمه تريبسين. التريبسين يسكت؟ لا طبعا، يروح التريبسين كمان محول التريبسينوجين انتو ايه؟ تريبسين. الحركه دي قديمه حصلت برضه في التريبسينوجين، ده اسمه اوتو كاتاليسيس او اوتو برضه يسكت ما يسكتش. ازاي انا بقلب واخواتي اللي طالعين من البنكرياس زي ايه ان اكتف؟
لا طبعا، يروح التريبسين عامل اكتيفيشن لمين؟ جميع البنكرياتيك انزايم الاخرى. ده بيحول الكايموتريبسينوجين لكايموتريبسين، ويحول البرو الى سيس الى سيس، ويحول البرو كاربوكسي بيبتايديز الى ايه؟ كاربوكسي بيبتايديز. بص معايا بقى من البنكرياس طلع ايه؟ طلع بقى اهو تريبسين بقى اكتف اهو، وكمان طلع مين كمان؟ طلع سيادتك الكايموتريبسين اهو بقى اكتف اهو. الكايموتريبسين بقى اكتف ازاي؟ بالتريبسين. وكمان طلع سيادتك اهو الانزيم اللي اسمه الاستيز، وطلع بعيد عنه شويه اهو انزيم اسمه كاربوكسي بيبتايديز، وهعرف بعد شويه ليه الكاربوكسي بيبتايديز بعيد عنه شويه. طب حلو الكلام، لازم بقى امسك الاربعه انزيم دول واعرف بيشتغلوا ازاي. طالما عايز تعرف بيشتغلوا ازاي هتوصف ده في ايه؟ في كلمتين، الكلمه الاولى انتو ولا اكسو بيبتايديز، والكلمه الثانيه ايه السبيسيفيستي بتاعته؟ سبيسيفيك لاي نوع من البيبتايد. نبدا باول واحد وده الكوماندا بتاعهم اللي اسمه تريبسين. التريبسين بيقطع بيبتايد بوند من نص، يبقى انتو ولا اكسو؟ انتو. الكلام ده كله تسكتوه، انتو بيبتايد. حلو الكلام. طب متخصص في اي نوع من بوند؟ قال لك سبيسيفيك بوند، ده بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونج تو، اسمع، بيزك امينو اسيد. فاكر مين البيزك امينو اسيد؟ ارجينين ولايسين وهيستيدين، ولازم الكربوكسيل جروب، كلهم لازم الكربوكسيل جروب. اللي يهمني الكربوكسيل جروب، يبقى هو اندو بيبتايديز وسبيسيفيك فورس ده بيبتايد بوند كربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونج تو بيزك امينو اسيد. هذا هو التريبسين، اقطع بيبتايد بوند. ما ننساش الدور الثاني، ده بيعمل اكتيفيشن لباقي البنكرياتيك انزايمز. طب تعالى للي بعده بقى، اللي بعده سيادتك خلاص اسمه الاستيز، كان طلع او قبل الاستيز نقول الكايموتريبسين، كان طلع الكايموتريبسين ان اكتف اس كايموتريبسينوجين وبقى اكتف بالتريبسين. طب الكايموتريبسين ده سيادتك انتو ولا اكزو؟ قال لك برضه بيقطع بيبتايد بوند من النص، يبقى ايه؟ انتو بيبتايدز. حلو الكلام؟ طيب عايز اعرف السبيسيفيزيتي. بص بقول لك هريحك، الكايموتريبسين زيه زي البيبسين. الكايموتريبسين ده زي ايه؟ زي البيبسين. هو انتو بيبتايديز زي مين؟ البيبسين، وسبيسيفيك فور ذا بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو اروماتيك امينو اسيد. الله، ده فعلا زي البيبسين، بس مكان الاسيتيك امينو اسيد ده حط مكانه ميثيونين وليوسين. يبقى هو سبيسيفيك فور ذا بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو اروماتيك امينو اسيد، وبيشتغل برضه لو كان ميثيونين لو كان ليوسين. يبقى لو عايزين نقارن بقى ما بين البيبسين والكايموتريبسين، البيبسين مكانه فين؟ استومك. كايموتريبسين طالع منين؟ من البنكرياس، وشغال فين؟ في الانتستين. البيبسين اندو ولا اكزو؟ اندو. طب الكايموتريبسين؟ اندو. الاثنين سيادتك سبيسيفيك للبيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونج تو اروماتيك امينو اسيد، وهنا برضه اروماتيك امينو اسيد، بس البيبسين مع الاروماتيك فيه اسيدك، ولكن الكايموتريبسين مع الاروماتيك فيه اثنين امينو اسيد اسمهم ايه؟ ميثيونين وليوسين، ده اللي اسمه كايموتريبسين. طيب غير الكايموتريبسين في انزيم كمان اسمه الاستيز. طب عايز اعرف شغال ازاي؟ يقول لك الاستيز برضه بيقطع بيبتايد بوند في النص، يبقى انتو ولا انتو؟ انتو بيبتايد. حلو الكلام. سبيسيفيك فور ذا بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو سمول امينو اسيد، يعني قطع البيبتايد بوند لو الكاربوكسيل جروب اللي عاملاها بتاعه سمول امينو اسيد. زي مين السمول دول؟ الجلايسين، الالانين، كمان السرين. يبقى لازم ايه؟ سمول امينو اسيد. فلو سمول امينو اسيد هقطع وزي الفل، مش سمول ما اقطعش. حلو الكلام. طيب الثلاثه دول انت حاططهم مع بعضهم، التريبسين والكايموتريبسين والالاستيز. انت الكاربوكسي بيبتايديز ده باعد شويه، ليه بقى حاطه في مسافه بعيده شويه؟ قال لك اصل الكاربوكسي بيبتايديز بيقطع بيبتايد بوند عند السي تيرمينال، عند الكاربوكسي ان، وعشان بيقطع بيبتايد بوند عند الكاربوكسي ان اسمه كاربوكسي بيبتايديز. طب طالما بقطع بيبتايد بوند عند الكاربوكسي ان، يبقى انا اندو ولا اكزو؟ اكزو. يبقى انا فصلته عنهم ليه؟
التلاتة اللي فوق اللي هما التريبسين والكايموتريبسين واللاسيز بانكرياتيك واندو. لكن الكاربوكسي بيبتايديز اي نعم بانكرياتيك لكن من اسمه يا مؤمن بيقطع البيبتايد بوند اللي عند الكاربوكسي اند في الاخر خالص. اذا الكاربوكسي بيبتايديز ده سيادتك اكزو بيبتايديز وملوش بقى سبيسيفيستي ولا يحزنوا اي امينو اسيد عند الكاربوكسي اند هقطعه وبالتالي هو اكزو بيبتايديز سيادتك بالبنكرياتيك انزيمز اللي هم سيادتك التريبسين والكاربوتريبسين والالاستيز. انا كده سيادتك كسرت اللارج بيبتايد بتاعتي الى سمول بيبتايد. حلو الكلام. يجي لي بقى سيادتك الكاربوكسي بيبتايديز يروح شايل الامينو اسيد اللي عند الكاربوكسيد ويجي لي مجموعه من الانزيمز الاوريجين بتاعهم انتستين هما انتستينال انزيمز ثلاثه. واحد اسمه امينو بيبتايديز، واحد اسمه تراي بيبتايديز، واحد كمان اسمه داي بيبتايديز. ركز معايا، الانزيم اللي طالع من الانتستين اللي اسمه امينو 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 بيبتايديز ده بيقطع البيبتايد بوند اللي فين؟ اللي عند الامينو. بس خلي بالك ده انتستينال ولا بنكرياتيك؟ انتستينال. يبقى الكربوكسي بيبتايديز بيشيل امينو اسيد من عند الكربوكسي انت بس ده بنكرياتيك. ولكن سيادتك الامينو بيبتايديز بيشيل امينو اسيد من عند الامينو ان بس ده ايه؟ انتستينال. بص سيادتك انا عندي اهو شورت بيبتايد اهي عباره عن مجموعه من الامينو اسيد متشبكين مع بعض بهذا الشكل. الكربوكسي سيادتك هيشيل من عند الكربوكسي ان دايما بتبقى على اليمين اهو والامينو اهو بيشيل من عند الامينو ان بالشكل ده. شلت واحد من الناحيه دي وشلت واحد من الناحيه دي قال لك بقيت ثلاثه امينو اسيد شابكين مع بعض اهو. طب طالما ثلاثه امينو اسيد اسمه تراي بيبتايد يروح شغال انتستينال انزيم اخر اسمه تراي بيبتايديز ويشيل امينو اسيد. اللي ينفع يقول لي التراي بيبتايديز ده انتو ولا اكسو؟ لازم تكون اكسو. ده من الناحيه دي اكسو ومن الناحيه دي. طيب شلت سيادتك امينو اسيد من ثلاثه بقيت اثنين امينو اسيد شابكين مع بعض ده اسمه ايه؟ داي بيبتايد. طب الداي بيبتايد ده اكسره بانزيم اسمه ايه؟ داي بيبتايديز. ليه هي افهم ده ولا اكسو؟ لازم يبقى مفيش غيره اصلا لازم يكون اكسو. وفي الاخر يبقى سيادتك البروتين بتاعي عباره عن امينو اسيد. سؤال عظيم، لو قلت لك الاند برودكت بتاع الدايجيشن اوف البروتين هو ايه؟ امينو اسيد. فهمت ازاي؟ لو حبينا بقى نجمع كل الكلام ده في دياجرام واحد، كان في دياجرام في الاول كده جميل جدا نجمعهم كلهم. لو تبص معايا انا سيادتك اكلت بروتين سواء كان بلانت اوريجن او انيمال اوريجن اهو، وكان جلوبولار سيادتك، قابل ال اتش سي ال بتاع الاستومك، عمل له ديناتوريشن وان فولدنج، وبقت كل البيبتايد بوند اكسبوزد للاكشن اوف مين؟ اوف الدايجستيف انزايم. لقيت عند سيادتك مكانين هيحصل فيهم دايجيشن، ادي الاستومك وادي الانتستين، بس في الانتستين عندي بنكرياتيك انزايمز وعندي انتستينال انزايمز. نبدا بالاستومك، الاتش سي ال اشتغل اهو عمل ديناتوريشن وانفولدنج، وطلع سيادتك انزيم اسمه بيب سينوجين، اتحول بالاتش سي ال لمين؟ لبيبسين، وحول البروتين ليه؟ للارج بولي بيبتايد. اوعى تنسى دور الرينين، ده في الانفنت اشتغل على الكازين بقى بره كازين لكالسيوم بره كازينيت ميلك بلوك، اديت وقفه اطول للدايجيشن والابزوربشن اوف البروتين. بس انا كده بقيت لارج بيبتايد ما ينفعش اكمل، ده ما ينفعش اكمل، لازم اكمل. هكمل ببنكرياتيك انزيمز اربعه، التريبسين كان الاول تريبسينوجين، والكايموتريبسين كان كايموتريبسينوجين، الالاستيز كان برو الالاستيز. الثلاثه دول مع بعض، ليه مع بعض؟ عشان انتو بيبتايدين. بس واحد تاني بنكرياتيك اسمه كاربوكس بيبتايدين ده اكزو. خلي بالك خلي بالك ده بنكرياتيك بس اكزو. الثلاثه دول لما يبقوا اكتف لو ما تريبسن والكاربوكسين والاستيز هيكسروا اللارج والبيبتايد يخلوها مين؟ سمول بيبتايد. يروح بقى شغال السمول انتستينال انزايمز اللي هي مين؟ الامينو بيبتايدين والتراي بيبتايدين والدايت بتريس مع البنكرياتيك اللي اسمه ايه؟ كاربوكسي بيبتايدين. شوف السيكونس هيمشي ازاي؟ الكاربوكسي يشيل واحد من عند الكاربوكسي ان والامينو يشيل واحد من عند ايه؟ الامينو ان. ده شغال وده شغال لغايه ما بقى كام امينو اسيد؟ ثلاثه. يعني باسم مين؟
ترايبوتايد. مين يشتغل بقى؟ الترايبوتايد. ابقى كام عمر راسك؟ اتنين. يعني دايبوتايد يشتغل مين؟ الدايبوتايد لغايه ما يبقى الاند برودكت اللي هو مين؟ الاعظم راسك. الرسمه دي مهمه قوي، عارف ليه؟ يقول لك لان الاستاس وما فوقه كلهم اندوبوتايدز، ومن اول الكربوكسيبتايدز وكل اللي تحت ار اكسو بيبتايدز. يبقى معاك من البيبسين لغايه الاستاس كلهم اندوبوتايدز، ومعاك سيادتك من الكربوكسيبتايدز وباقي الانزيمات كلها عباره عن ايه؟ عباره عن اكسو بيبتايدز. لو برضو على الرسمه دي ممكن نحط السبيسيفيستي ويبقى خلصنا كل الدايجيشن. لو حطينا الاسبيسيفيستي بتاع البيبسين، هو البيبسين شغال على البيبتايد بوند كربوكسيل جروب ويش بلوك اسمه ايه؟ اروماتيك، وكمان اسيتيك. اخلص منه والكاربوتريبسين اروماتيك، وكمان هيستونين واليوسين. طيب التريبسين بيزك امينو اسيد. طيب الالاستيز سمول فيرست جول للدايجيشن اوف البروتين. هو ايه الاند برودكت اوف البروتين؟ دايجيشن امينو اسيد. حلو الكلام ده. الموضوع اللي سهل قوي، وعلى فكره من اهم الدايجيشن بتاع كل المنهج. دايجيشن اوف بروتين مهم، وفي اسئله كتيره قوي بتيجي، وهيسالك الانزيم ده اندو ولا اكزو، السبيسيفيستي بتاع الانزيم ده ايه، وممكن يزود ويقول لك الانزيم ده يشتغل عند اي عمر. فلازم تعرف سيادتك من سمول، من اروماتيك، من اسيتيك، من بيزك، عشان تعرف تجاوب الكلام ده. يعني مثلا الرسمه اللي قدامك دي، وفي رسمه خدناها عندك شويه في الكتاب، يقول لك البيبسين يقطع بالتايبود. لو انا مين؟ لو انا فينايل المين او تايلوزين او تريبتوفان او اسبارتيك اسيد او جلوتاميك اسيد. الرسمه دي عندك في الكتاب احسن كتير. طب لو انا سيادتك تريبسين قاطع عند مين؟ ارجينين او لايسين، ممكن كمان ايزلين. طب لو انا الكايموتريبسين قاطع عند مين؟ عند الاروماتيك برضه، فينايل المين والتايلوزين والتريبتوفان ومعاهم السيونين واليوسين. طيب لو انا سالتك الالاستيز قاطع عند مين؟ قاطع عند نان بولر امينو اسيد زي مين؟ زي الجلايسين او الالانين او السرين. يبقى ممكن السؤال يجي بالمعنى العام، مين بيزك، مين اروماتيك، مين السمول، وممكن يجي باسم الامينو اسيد. فلازم برضه تعرف اسم الامينو اسيد، وعندك الدياجرام في الكتاب مرسوم بصوره كويسه. سيادتك انا اجل بالهنا والشفا وهضم بالهنا والشفا. انا عايز بقى البرودكت اوف الدايجيشن اللي اسمه امينو اسيد اللي موجود سيادتك في الكامل في الجزء السيستم انقله واوصله الدم. ولما انقل الامينو اسيد واوصله الدم ده اسمه ابزوربشن اوف ايه؟ اوف الامينو اسيد. عايزين نعرف بقى ازاي بنعمل ابزوربشن، والكلام ده غايه 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 في الاهميه. واول سؤال ريتن في هذا الشكل ابزوربشن اوف الامينو اسيد، في حته ريتن هقول لك عليها. الابزوربشن اوف الامينو اسيد بيحصل بطريقتين. اول طريقه اسمها صوديوم ديبندنت ابزوربشن، صوديوم ديبندنت ابزوربشن. والطريقه الثانيه اسمها جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن. لازم التاني تكتبه ساعات في الدستيف الاورال، هو الاسم قديم شويه بس اساتذتنا بقى يعني الكبار بيحبوا الاسم ده قوي، اسمه جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن، صح؟ او ساعات بنسميه يا جماعه جاما جلوتامين سايكل. اكتبها لك على البورد عشان اساتذتنا الكبار بيحبوا الاسم ده، جاما جلوتامين سايكل. يبقى اسمه جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن، او بنسميه جاما جلوتامين سايكل، وهنعرف الاسم ده جميل. نبدا باول حاجه اللي اسمها صوديوم ديبندنت ابزوربشن. كلمه صوديوم ديبندنت ابزوربشن معناها ايه؟ معناها ان بعمل ابزوربشن للامينو اسيد ان كومباينيشن مع صوديوم، الاثنين بيتنقلوا مع بعض. ده حتى ليها اسم حلو قوي اسمها كو ترانسبورت، يعني الامينو اسيد از كو ترانسبورتد مع صوديوم. نشوف ازاي. يقول لك يا باشا اللي فوق ده الكافيتي اوف ذا انتستين، وده سيادتك البلاد اللي عايز اوصل فيه الامينو اسيد، واللي في النص الاصفر ده هو الميكوزال سيل او بسميه انتستينال سيل. رسمه الكتاب عندك. انا كل ما عايزه ان اجيب الامينو اسيد ده اروح موصله للدم، كده انا عملت ابزوربشن. انا الكلام ده هعمله مرتين، مره هعمله بالطريقه دي اللي اسمها صوديوم ديبندنت ابزوربشن، ومره هعمله عن طريق الجلوتاثيون اللي اسمه جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن. انا هنا هشرح الصوديوم. يقول لك هلاقي البوردر ده لو انت فاكر بسميه فراش بوردر. بص
بص اهو في حاجه الاصابع عايز اسمها براش بوردر وده اللي اسمه بيزل كوتر. هلاقي على البراش بوردر ترانسبورتر. الترانسبورتر ده ليه اثنين بايندنج سايت، واحد ملاكي للصوديوم والتاني ملاكي للامينو اسيد. ادي الصوديوم وادي الامينو اسيد. عشان الترانسبورتر ده يلف ويقلب الناحيه الثانيه لازم التو سايت يبقوا ساتوريتد بالصوديوم وبالامينو اسيد. طب اقول الحمد لله الصوديوم موجود والامينو اسيد موجود. يقول لك الصوديوم ده موجود اكتر بره الخليه ولا جوه الخليه؟ بره الخليه. فالصوديوم عشان بره كتير وجوه قليل هيروح داخل جوه اكوردنج تو مين؟ الكونسنتريشن جريدنت، ويروح ساحب مع الامينو اسيد ايه؟ اجينست الكونسنتريشن جريدنت. يبقى الصوديوم داخل اهو اكوردنج وسحب معاه الامينو اسيد اجينست الكونسنتريشن جريدنت. والامينو اسيد اللي دخل ده سيادتك ممكن يعدي بالفاسيليتيد ترانسبورت ويدخل للدم. طب حلو قوي، انا دخلت الامينو اسيد اهو للدم وعملت ابسوربشن وساعدني الصوديوم، بس في مشكله. ايه المشكله؟ مشكلتك انت كل شويه تدخل صوديوم، تدخل صوديوم، تدخل صوديوم. ما بعد شويه تركيز الصوديوم هو اللي الجلوكوز سيل هيبقى بره، ولو التركيز اتساوى بره وجوه الترانسبورتر ده مش هيشتغل، وبالتالي انت وقفت الابسوربشن وفي الامينو اسيد. انا كده ما تخافش، انا اذكى من الجميع. انا جيت ناحيتي وحطيت بامب اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب. دي بتستهلك اي تي بي، عشان كده الترانسبورت ده اسمه اكتف ترانسبورت. واخرج بره كام صوديوم؟ 3 صوديوم، ودخل جوه هو 2 بوتاسيوم. انا لما خرجت الصوديوم بره انا كده حافظت على تركيز الصوديوم جوه قليل، هيستمر دخول الصوديوم اجورتي ويشد معايا الامينو اسيد اجينست الكونسنتريشن. يبقى الطريقه دي يا جماعه الامينو اسيد بينتقل مع الصوديوم، فاسمها صوديوم ديبندنت ترانسبورت او ابسوربشن، وبسميها برضه اكتف ترانسبورت. لو انت فاهم الكلام ده ما فيهوش ولا كلمه كده، الكلام ده خدناه بالظبط لما كنت بعمل ابسوربشن للجلوكوز، وكان اسمه برضه اكتف ترانسبورت او اسمه كولو ترانسبورت. بس الترانسبورتر كان يشبط في صوديوم والناحيه الثانيه يا جلوكوز يا جلوكوز، بس كمل لي جلوكوز. فالطريقه دي بالظبط 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 خدناها زي الابسوربشن وفي الجلوكوز، وبفقد فيها كام اي تي بي؟ 1 اي تي بي، عشان كده اسمها اكتف ترانسبورت. في حته هنا مش في الكتاب بس لازم تكتبها. الطريقه دي بتريكواير بي ال بي. بتريكواير يا جماعه بي ال بي. من شرط قوي يقول لي مين هو البي ال بي ده؟ البي ال بي اسمه بايريدوكسال فوسفيت، وده الاكتف فورم وفيتامين بي 5 صح؟ امال اللي جاب بي 6. يبقى بي ال بي ده الاكتف فورم وفيتامين بي 6. وبص بقى عشان ما نخسرش بعض بقى من اولها اهو، لازم تعرف ان هناك علاقه وثيقه جدا 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 ما بين البي ال بي والبروتين ميتابوليزم. انا من النهارده اهو مفيش محاضره هتعدي عليك في شابتر البروتين مش هيجي فيها سيره البي ال بي. البي ال بي مهم جدا 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 للميتابوليزم والبروتين. ده بص يا مؤمن، من اول الابسوربشن، من اول الابسوربشن انا محتاج بي ال بي، ومعظم خطوات الميتابوليزم برضه محتاج بي ال بي. هناك علاقه وثيقه جدا ما بين البي ال بي اللي هو الاكتف فورم وفيتامين بي 6 والميتابوليزم وفي البروتين الابسوربشن اهو محتاج بي ال بي. حلو الكلام، يبقى محتاج بي ال بي، وكمان اتفقنا محتاج كام اي تي بي؟ 1 اي تي بي. حلو الكلام. طيب انا ما يهمنيش الكلام ده، الميكانيزم ده سهل وخدناه في الفسيولوجي وخدناه في الجلوكوز وبناخده في الامينو اسيد، الموضوع يعني مش صعب. الحته بقى الجديده يقول لك الترانسبورتر اللي موجود على الكراش بوردر ده مش ترانسبورتر واحد لجميع الامينو اسيد، لا ده كل مجموعه من الامينو اسيد ليهم ترانسبورتر خاص بيهم. الترانسبورتر نفسه في منه اغلى. كام نوع؟ لغايه دلوقتي اكتشفنا 7 ترانسبورتر يشبكوا مع الصوديوم ويشبكوا مع سيره الامينو اسيد ويدخلوه جوه الميكوزال سيل. يعني مثلا هنلاقي ترانسبورتر سبيسيفيك للسمول نيوترال امينو اسيد. ترانسبورتر خاص بيه اللي هم مين؟ الجلايسين، الالانين، السيرين، دول اسمهم سمول نيوترال، ليهم نوع مخصص من ترانسبورتر خاص بيهم هم لوحدهم. الحاجه الثانيه سيادتك في واحد مختص باللارج نيوترال امينو اسيد، فينايل الانين، تريبتوفان، ليوسين، الحاجات الكبيره قوي دي ليها برضه ترانسبورتر خاص بيهم. كمان في ترانسبورتر مخصص للاسيتيك امينو اسيد، مين هم الاسيتيك؟ اسبارتيك اسيد، جلوتاميك اسيد، ترانسبورتر خاص بيهم يدخلهم لوحدهم يشبوا فيهم والناحيه الثانيه مع الصوديوم ويدخلهم جوه الميكوزال سيل. كمان سيادتك في
ترانسبورتر ودي فيها حبه مشاكل شويه كده مع بعض للداي امينو اسيد. ايه الداي امينو اسيد؟ غريبه قوي، مش هما البيزك؟ هما البيزك. الداي امينو اسيد اللي فيهم 2 امينو جروب والبيزك امينو اسيد فيهم 2 امينو جروب. طب ليه قلت داي امينو اسيد؟ ما تقول بيزك وخلاص. قال لك هو مختص بالبيزك امينو اسيد ومعاهم امينو اسيد اخر اسمه سيستين، مش سيستين، انا قلت سيستين. وايه الفرق ما بين السيستين والسيستين؟ طيب اثنين سيستين. السيستين ده عباره عن اثنين سيستين شابكين مع بعض. يبقى السيستين ده في كام امينو؟ اربعه. اثنين يعني داي امينو بس في كام كربوكسيل؟ برضه اثنين. انتوا نسيتوه ولا ايه؟ ارسموا على البورد، نرسمه على البورد واضح ان كنت بتسلوه، واضح ان الاجابه نفس كل حاجه. بص يا باشا انا هرسم لك اهو السيستين عشان تبقى فاهم. في ناس فاكراه؟ ما تخلونيش اجاوب ولا حد فاكر حاجه. عارفك وطلعت. بص يا باشا ده اسمه سي اتش 2 اس اتش سي اتش ان اتش 2 سي او اتش. ده كده اسمه السيستين وده نيوترال امينو اسيد. ده كمان اهو بص معايا سي اتش 2 وادي اس اتش وادي سي اتش ان اتش 2 وادي سي او اتش. ده كمان سيستين. الزلفر يا جماعه الفيلنس بتاعه اتنين فهو شابك مع جرم ومع هيدروجين. انا هعمل ايه؟ انا هشيل التو هيدروجين دول ادي الاتش دي وادي الاتش دي واروح شابك الاثنين سلفر مع بعض. ده بالامانه حتى البون دي كان اسمها ايه؟ داي سلفايد. الامينو اسيد كله ده اسمه سيستين. اسمه ايه؟ سيستين. في كام امينو جروب؟ اثنين يبقى داي امينو. وفي كام كربوكسيل جروب؟ اثنين يبقى بيزك؟ لا مش بيزك ده كله لانه اثنين امينو واثنين كربوكسيل. الترانسبورتر ايه يا جماعه؟ الاقي مختص بالبيزك امينو اسيد والسيستين. طب ما دي رخمه دي اقول بيزك اند سيستين. طب ما لقيت حاجه بتشملهم الاثنين مع بعض. البيزك داي امينو والسيستم ايه؟ داي امينو. فقلت ان الترانسبورتر ده خاص بالداي امينو اسيد. وانا فاهم بقى ان الداي امينو بيشمل البيزك ومعه مين؟ ومعه السيستم. فنقول بيزك امينو اسيد قبل السيستم صح، او تقول داي امينو اسيد برضه صح. كمان يا جماعه في ترانسبورتر مختص بالامينو اسيد. مين بقى الامينو اسيد بتوع ايه؟ البرولين وكمان الهيدروكسيبرولين. وفي واحد للبيتا امينو اسيد. ايه بيتا امينو اسيد؟ بص بقى عشان تبقى عارف معايا، كل الامينو اسيد اللي بتدخل في تصنيع البروتين اسمها الفا امينو اسيد. الفا يعني الامينو جروب دايما فين؟ في الالفا كارب. بس ده ما يمنعش ان في امينو اسيد الامينو جروب في البيتا كارب، ودول مش داخلين في تصنيع البروتين، مش داخلين بس موجودين. يبقى في ترانسبورتر خاص بيهم من بيتا امينو اسيد اللي الامينو جروب فين؟ في البيتا كارب. وفي ترانسبورتر خاص بالداي بالتايب. داي بتايز يعني اثنين امينو اسيد شابكين مع بعض. كام ترانسبورتر؟ سبعه. حفظتهم صح؟ حفظتهم يا عم انا عارفك انت بتخبس حفظتهم. بص قول معايا، واحد السمول نيوترال والثاني لارج نيوترال، واحد للاسيدك امينو اسيد وواحد للداي امينو. مين الداي امينو دول؟ البيزك وكمان السيستين. واحد للامينو اسيد وواحد للبيتا امينو اسيد وكمان واحد لمين؟ للداي بتايز. اي ترانسبورتر من السبعه ليه اثنين بايندنج سايت. واحد للامينو اسيد اللي بيحبه والتاني مين؟ للصوديوم. يروح قاعد داخل جوه الجلوكوز السيل. والامينو اسيد اللي بيحبه يروح معدل الدم عن طريق الفاسيليتيتد ترانسبورت. نتفق برضه اتفاق مهم جدا. الترانسبورترز السبعه دول زي ما هم كده في زيهم بالظبط موجود في الكدني. طب الترانسبورتر ده لو موجود في الكدني هيبقى وظيفته ابزوربشن ولا ري ابزوربشن؟ الكلام ده برضه قديم. فاكر لما خدنا الابزوربشن في الجلوكوز وقلنا في الانتستن حاجات اسمها صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1؟ كان في زيه في الكدني مين؟ صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 مسؤول عن الري ابزوربشن. الكلام ده مش جديد. السبعه ترانسبورترز في زيهم في الكدني. مسؤولين عن ايه في الكدني؟ الري ابزوربشن في الامينو اسيد. اصل الدكتوره امبارح قالت له اللحمه بكام؟ ب 90 جنيه. ينفع اكل لحمه ولا عندها امينو اسيد وادخلها الدم وفي الاخر يديله في اليورين؟ هيجي لي هارد تصدق ليه؟ هارد اعرف ده ازاي يعني؟ فلازم الامينو اسيد ده يرجعه الدم ما ينزلش ابدا. ففي زيهم بالظبط بالظبط في الكدني مسؤول عن الري ابزوربشن. نتفق احنا كمان. في امراض هناخدها في الاندفيدوال امينو اسيد تابلت ان شاء الله في
الامراض دي بتحصل نتيجه ان الترانسبورترز دي بوز يا في الانتستين يا في الجلد. تخيل كده لو في سيرتن ترانسبورتر من السبعه دول باظ في الانتستين، هعرف اعمل ابزوربشن الامينو اسيد بتاعه؟ الامينو اسيد بتاعه يزيد ولا يقل في الدم؟ طب تخيلي لو واحد من السبعه دول باظ في الكدني، هعرف اعمل ري ابزوربشن لهذا الامينو اسيد؟ ينزل فين؟ وفي الدم يقل ولا يزيد؟ ويحصل امراض خطيره. يبقى السبعه ترانسبورتر دول لو حصل فيهم ديتكت سواء كان انتستين او كدني هيعمل امراض. الامراض دي مرضين مش عايز اضايقكم بيهم، هناخدهم ان شاء الله في الانديفيدوال امينو اسيد تابلتس. بيجوا في امتحان سؤال ما حدش بيجاوبه كتير، يقول لك ايه؟ منشن او انفرين تو ديزيزز ديو تو ديفكت ان امينو اسيد ترانسبورت. ما الكلام ده اسمه امينو اسيد ترانسبورت. لما اجيب الامينو اسيد من الكافيتي اوف ذا انتستين ادخله الدم مش اسمه ترانسبورت؟ اسمه ترانسبورت ولا مش اسمه ترانسبورت؟ اسمه ترانسبورت. طب لما سيبك اجيبه من الفلتر اللي في جلوميرولس وادخله على الدم واعمل له رياكشن مش اسمه ترانسبورت؟ اسمه ترانسبورت. يبقى في مرضين نتيجه ديفكت في الترانسبورترز دي، مش عايز اضايقكم بس اجيبهم دلوقتي هنعرفهم قدام ان شاء الله، بس اعرف ان لو حصل ديفكت في هذه الترانسبورترز هيحصل امراض وده اسمه امينو اسيد ترانسبورت. ده يا جماعه الطريقه الاولى اللي بعمل فيها ابزوربشن للامينو اسيد اللي اسمها مع بعض صوديوم ديبندنت ابزوربشن. الطريقه الثانيه اللي دي بقى الانتجريتي اسمها ايه سيكتر؟ اسمها جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن او اسم التبع اللي شفناه مع بعض ايه؟ جاما جلوتاثيون سيكتر. موجوده فين؟ قبل موجوده في الانتستين طبعا يا جماعه طبعا يعني عشان اعمل ابزوربشن للامينو اسيد، وكمان موجوده في الجلد طبعا يا دكاتره طبعا عشان اعمل ايه؟ ري ابزوربشن للامينو اسيد، وموجوده في البرين. برين؟ برين ايه يا عم؟ برين ايه؟ هو البرين ده مش جوانب المستشفى وده واخدين واحده كانوت ريجنريت وما يفنى منها لا يعوض، مش خدنا الكلام ده في كي جي 1 زمان؟ الله عليك برافو عليك. عشان سيادتك النيورو ترانسميترز، سيادتك ما النيورو ترانسميترز سواء كان ادرينالين او اسيتايل كولين يتصنع من ايه؟ من امينو اسيد. حاجه ثانيه مهمه يا دكتوره يعني انتهت عليكي، مش في حاجه اسمها بيتويتري جلاند موجوده سيادتك في البرين، وفي حاجه اسمها هايبوثالامس وبيعملوا البيتويتري وهايبوثالاميك هرمونز، والهرمونز دخلنا امبارح ان هي ايه؟ بروتين يعني محتاج امينو اسيد. يبقى الموضوع بقى ما فيهوش وقت للاستغراب، انا في البرين محتاج امينو اسيد عشان ابني نيورو ترانسميترز وعشان كمان ابني الهرمونز سواء كان بيتويتري او هايبوثالاميك هرمونز. كمان الطريقه دي محتاجه سيادتك انزيم اسمه جاما جي تي. اسمه ايه يا جماعه؟ جاما جي تي، جاما جلوتامين ترانسفريز. اسمه يا جماعه؟ جاما جلوتامين ترانسفريز. ومحتاجه كمان بي ال بي. محتاجه ايه؟ بي ال بي. نشوف بتحصل ازاي. بص معايا الرسمه اللي في الكتاب عندك. الرسمه المره دي مقلوبه شويه. يعني ده سيادتك الكافيتي اوف ذا انتستينال وفيها الامينو اسيد. والناحيه دي هيبقى الدم. وسيادتك انا عايز انقل الامينو اسيد ده واوصله للدم. في ترانسبورتر هيعدي اهو الامينو اسيد ويدخله جوه. اوكي؟ دخل جوه النيوكليوس سيل. هيلاقي في انتظاره الجلوتاثيون. والجلوتاثيون اسمه جاما جلوتامين سيستينيل جلايسين. جاما جلوتامين سيستينيل جلايسين. لا الاسم ده تقيل على قلبي بصراحه. ايه جاما جلوتامين سيستينيل جلايسين؟ انا عايز افهم الاسم ده جه منين. بص يا باشا انا لو حبيت اوصف الجلوتاثيون هقول هو تراي بالتايب. يعني ايه كلمه تراي بالتايب؟ يعني مكون من ثلاثه امينو اسيد. الامينو اسيد الاولاني جلوتاميت، والامينو اسيد الثاني سيستارين، والامينو اسيد الثالث جلايسين. يبقى هو جلوتاميت شابك مع سيستين شابك مع جلايسين. ومن هنا الاسم جلوتا جاب كلمه جلوتاميت. ثايو للسيستين في اس اتش، فالثايو دي جايه من السيستين، وايل بتاع جلايسين اسمه جلوتا ثايون. جلوتاميت والثايو دي الاس اتش بتاع السيستين وايل دي بتاع جلايسين. ساعات يا جماعه اختصارا بديله جي اس اتش.
SH. الجي دي standing for glutathione والSH دي الاكتف سايت بتاعها. يعني هو شغال على الـ SH دي. عارفين زي ايه؟ زي CoH. مش قلنا Co انزيم ASH. ليه كتبت SH؟ دي الاكتف سايت بتاعها. بس برضو مالكش حق. ليه مالكش حق؟ انت لو بالطريقة دي انت عامل تاني لو حبيت تسميه سميه glutamine systemin glycine. مش جلوتامين مع سيستين مع جلايسين. فقول جلوتامين سيستينيل جلايسين. ده الاسم صح. بس انت حطيت في الاول جاما. قلت جاما جلوتامين سيستينيل جلايسين. ليه بقى؟ هقول لك. هو الجلوتامين ده اسيديك ولا بيزيك امينو اسيد؟ اسيديك. وفي خمس كربونات. وفي اثنين كربوكسيل. في كربوكسيل شاركه في الالفا كربون. دي اسمها الفا كربوكسيل. وعلى فكره دي اللي بتعمل بالطريقه. وفي كربوكسيل شاركة في الجاما كربون اسمها ايه؟ جاما كربوكسيل. قال لك لما جيت اشكك الجلوتامين مع السيستين ما شبكتش بالالفا. وده حاجة غير تقليدية، شبكت ايه؟ بالجاما. فعشان استريس ان السيستين شابك في الجاما كربوكسيل مش بالالفا سميته جاما. جاما جلوتامين سيستين جلوتامين. يبقى انت لو عايز تبقى فاهم قوي 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 هو جلوتامين مع سيستين مع جلايسين يبقى جلوتامين سيستين جلايسين. ليه الجامعه دي؟ لان جلوتامين عامل بالتايب بوند مش بالالفا كربوكسيل بالجامعه كربوكسيل فاسمه جامعه جلوتامين سيستين جلايسين. بص بقى يا صديق انا عندي السيستين اهو سوري الجلوتاثيون اهو موجود في الميوكوزال سيل وقاعد اهو ومستني سيادتك الامينو اسيد بس يخطي جوه. الامينو اسيد خط جوه رحت مفعل الامينو اسيد مع الجلوتاثيون بالانزيم اللي اسمه جاما جلوتامين ترانسبريز. هيحصل ايه؟ بص معايا انا عندي اهو جلوتامين مع سيستين مع جلايسين. يروح الانزيم ده اللي اسمه جاما جلوتامين ترانسبريز يروح واخد الجلوتامين واخد ايه؟ الجلوتامين ويشابك الجلوتامين مع الامينو اسيد في اي كربوكسيل في الجاما كربوكسيل. دايما شغال ايه؟ بالجاما. فيديني حاجة اسمها جاما جلوتامين امينو اسيد. يبقى انا فصلت الجاما جلوتامين من الجلوتاثيون. فصلتها عشان كده الانزيم اسمه جاما جلوتامين ترانسبريز. شال الجاما جلوتامين من الجلوتاثيون. وخلى الامينو اسيد يتشال عن جاما جلوتامين. بقيت على اسم جاما جلوتامين وشايل امينو اسيد يبقى اسم جاما جلوتامين امينو اسيد. اللي شاطر بقى كده يتبقى ايه من الجلوتاثيون؟ السيستين مع الجلايسين. يبقى اسمي سيستين الجلايسين. بس السيستين مع مين؟ مع الجلايسين يبقى اسمي ايه؟ سيستين الجلايسين. يقول لك الامينو اسيد از ترانسبورتد كارين اوفر الجاما جلوتامين من على الكراش بوردر لغايه البيزل بوردر. وصلت للبيزل بوردر يروح الامينو اسيد لفوق ويروح داخل الدم عن طريق الفاسيليتيز ترانسبورت ويبقى عندي الجاما جلوتامين لوحدها مش اسم جاما جلوتامين امينو اسيد. فكيت الامينو اسيد بقى مين؟ الجاما جلوتامين. بس عندي مشكله. يقول لك اول ما الامينو اسيد يفك الجاما جلوتامين يحصل لها سايكلايزيشن. بمعنى ايه؟ مش هما خمس كربونات؟ روح الكربون رقم خمسه لفه وشبكه في الكربون رقم واحد. حصل حاجه اسمها ايه؟ سايكلايزيشن. ولما يحصل سايكلايزيشن ما يبقاش ما يبقاش اسمي بقى جاما جلوتامين. يبقى اسمي حاجه اسمها اوكسيبرولين. اسمي ايه؟ اوكسيبرولين. وكده انا خلصت على فكره الموضوع. وكده الامينو اسيد سيادتك حصل له اكتر مش نقول تاني سيادتك. الامينو اسيد موجود في الكبد في ترانسبورتر موجود على البراش بوردر اهو وفي جلوتاثيون عباره عن جلوتامين مع سيستين مع جلايسين جوه الجلوتاثيون سيل. اول ما الامينو اسيد دخل اهو خد من الجلوتاثيون اسمع صوته جلوتامين ولا سيستين ولا جلايسين؟ جلوتامين بانزيم اسمه جاما جي تي جاما جلوتامين ترانسبريز. خد الجاما جلوتامين وشال عن الامينو اسيد بقى عندي ستراكشر اسمه ايه؟ جاما جلوتامين امينو اسيد. كده انا شلت سيادتك الامينو اسيد على الجاما جلوتامين من فين لفين؟ من البراش لغايه فين؟ لغايه الجيزه. الامينو اسيد فك اهو وعدى البيزل بوردر وراح الدم من الفازيل ترانسبورت. يتباقى عندي مين؟ الجاما جلوتامين. حصل لها حاجه اسمها سايد كلايزيشن ويبقى اسمه اوكسي برولين. انا كده عملت ابسورش. بس عندي مشكله. مشكلتك ايه؟ مشكلتي ان كل امينو اسيد هعديه وادخله البيزل بوردر انا هفقد قصاده كام موليكول اوف جلوتاثيون؟ واحد.
انا فاضي بقى كل امينو اسيد يا مؤمن. كنت فاكرين حد فيكم كان بيقول فرخيته نص بقى فرخيته نص شوف بقى كام بيكون امينو اسيد. طب انا اجيب له نص يوم ايه؟ ما صح؟ انا خلاص في فكره جهنميه. ايه رايكم نروح عاملين ريجنريشن للجلوسيون؟ عرفناها تاني. طب والله العظيم فكره. هو الجلوسيون ده عباره عن ايه؟ جاما جلوتامين سيستين جلاسين. يعني جاما جلوتامين مع سيستين مع جلاسين. بص انت عندك ايه؟ انا عندي اهو سيادتك سيستين مع جلاسين اللي هو سيستين جلاسين. بس الجاما جلوتامين بوظ مش حصل له حاجه اسمها سايكلايزيشن وبقى اسمه ايه سيادتك؟ اوكسيدو. يبقى انا لو عرفت اجيب الجاما جلوتامين هعرف اعمل ريجنريشن لمين؟ للجلوتاثيون. طب فكر معايا بالعكس، مش الاوكسيبرولين ده عباره عن جاما جلوتامين حصل له سايكلاي؟ يبقى الحل عشان ارجعه جاما جلوتامين افك مين؟ خلصت يا معلم. يجي سيادتك انزيم مش مطلوب اسمه، اكتب اسمه عندك، اسمه اوكسيبرولينيز. اسمه يا جماعه؟ اوكسيبرولينيز. يدخل اي تي بي ويطلع اي تي بي وبي اي ورحت فاتت السايكلايزيشن ورجعت الاوكسيبرولين مين؟ جاما جلوتامين. حلو الكلام ده اول فتره. اروح الجاما جلوتامين واخد له سيستين. واخد له ايه؟ سيستين. ويدخل اي تي بي ويطلع اي تي بي وبي اي واشبك الجاما جلوتامين مع السيستين. ويديني جاما جلوتامين سيستين. ده حتى يا مؤمن الانزيم اسمه جاما جلوتامين سيستين. سنسيز ولا سنسيتيز؟ احتاجت اي تي بي يبقى سنسيتيز. معلش عشان خاطري نص على ساعه في اي تي بي. الانزيم ده محتاج بي ال بي. هو البي ال بي اخده فورمه فايتامين بي كام؟ بي 6 وده مهم للابسوربشن اوف الانتيبيوتيك. بعد ال 6 اوكس معايا جاما جلوتامين سيستين بالزبده يا جدع، يعني بالزبده يا جدع. ده ناقص له ايه ويبقى جلوتاثيون؟ جلايسين. وانا موجود عندي اهو الجلايسين. اروح واخد الجلايسين واشبكه مع الجاما جلوتامين سيستين وبرده يدخل اي تي بي تاني ده اهو ويطلع اي تي بي وبي اي ويبقى عندي جاما جلوتامين سيستين الجلايسين وهو جلوتاثيون. عملت ولا ما عملتش ريجنريشن؟ عملت ريجنريشن. ده حتى بالامر الانزيم بتاعي اسمه جلوتاثيون سينسيز ولا سينسيتيز؟ والنبي حط بي ال بي. برده الانزيم ده محتاج سيادتك ايه؟ بي ال بي. يبقى سيادتك الطريقه دي رجعت فيها الجلوتاثيون مره اخرى جلوتاثيون وبقى جاهز اهو وريدي سيادتك عشان اعمل ابزوربشن لامينو اسيد. وعشان سيادتك الموضوع ده ماشي ان سايكلز ان سايكلز ثابته سايكل وعشان الامينو اسيد في السايكل دي بيتشال على جاما جلوتامين ريزيديو اوف الجلوتاثيون سميتها جاما جلوتامين سايكل. فهمت ازاي؟ يبقى جاما جلوتامين سايكل او اسمها تاني جلوتاثيون ديبندنت ابروشن. اللي فاهم قوي الطريقه دي محتاجه ولا مش محتاجه بي ال بي؟ محتاجه. يبقى الصوديوم ديبندنت عايزه بي ال بي وكمان الجلوتاثيون ديبندنت عايزه بي ال بي. هو الصوديوم ديبندنت احتجت عشان اعمل ابروشن لوان امينو اسيد كام اي تي بي؟ واحده. طب الجلوتاثيون ديبندنت كام اي تي بي؟ يبقى مين اهم الصوديوم ديبندنت ولا الجلوتاثيون ديبندنت؟ لا جلوتاثيون ديبندنت. يبقى مع اني هنا بحتاج اي تي بي اكتر بحتاج 3 اي تي بي الا ازمه الجلوتاثيون ديبندنت هي الكومنست وهي الموستر. يبقى عشان هي رابيد هي اهم وهي الوحيده اللي موجوده في البريك. هي الصوديوم ديبندنت كانت في البريك كان بس انتستن وكيدني. يبقى الجلوتاثيون مع انها بتستهلك اي تي بي اكتر الا انها الكومنست والموست رابيد. حلو الكلام. سابك اكلت بالهنا والشفا وهضم بالهنا والشفا وعملت ابزوربشن بالهنا والشفا. لازم بقى حد مغص، حد تقلصات، حد تمساك، حد ولازمته. هتلاقي ما خدت له بس بالسهل كده ما لازم يحصل شويه مشاكل يعني يا دكتور ما تفهمش. عندي مرضين والاثنين مرتبطين بالدايجيشن والابزوربشن اوف البروتين. اول حاجه اسمها الرجي تو سيرتن فود بروتين. الرجي تو سيرتن فود بروتين. تسمع سيادتك عن حد بياكل بيض اول ما ياكل بيض يحصل له حساسيه ورمش؟ حد عنده حساسيه المانجا؟ حد عنده حساسيه الموز؟ بنسمع الكلام ده كتير قوي. ليه الناس بيبقى عندهم الرجي لسيرتن فود بروتين؟ لازم كده نعرف شويه قواعد مهمه جدا جدا جدا. احنا سيادتك خدنا
طريقتين بعمل فيهم ابزوربشن بروتين، فاكروا؟ اسمهم ايه طيب؟ صوديوم ديبندنت ابزوربشن وكمان جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن. بس بصراحه انا خبيت عليك، اعذرني وسامحني، معلش انا اسف، انا خبيت عليك. في طريقه ثانيه ممكن اعمل سيادتك ابزوربشن بروتين بس بطريقه اسمها اندوسيتوزيس. بس انا برضه ليه عاوز اني خبيت عليك؟ عارف ليه؟ اصل دي مش في الارض، دي بتحصل بس في نيوبورن، في نيوبورن. والاندوسيتوزيس دي سيادتك انا باخد الحاجه اللي في الكافيتي زي ما هي اعملها اندوسيتوزيس واندوسيتوز الحاجه دي وادخلها الدم. الطريقه دي بس في نيوبورن. والطريقه دي سيادتك مهمه في النيوبورن ليه؟ عشان بتقلقوا النيوبورن ان ميك يوز من الاميونوجلوبولين اللي بريزنت ان الكولوسترام. مين يعرف كلمه كولوسترام يعني ايه؟ الكولوسترام بنسميه لبن السرسوب. اول مصحف اسمه كده، اسمه لبن السرسوب، اسمه كده. ده الملك اللي بينزل في اول اربع ايام بعد الولاده، بيبقى ملك هيفي كده وروم سبير اسمه كولوسترام. ودايما دكتور الناس الشاطر قوي اول ما البيبي يتولد يقول للام ايه؟ حطيه على سريرك بسرعه، خليه يرضع على طول. اول حاجه طبعا عشان يستيموليت الايه؟ الميلك فورميشن ويزود الميلك عند الام. الحاجه الثانيه الميلك اللي نازل في اول اربع ايام ده بيبقى ريتش جدا جدا ان اميونوجلوبولينز، فدي بتقوي الاميونيتي بتاع البيبي. بس خلي بالك بقى مش الاميونوجلوبولين ده عباره عن بروتين. طب هو لو خد الانفنت الهيموجلوبين ده ونزل الاستومك والانتستين مش يحصل له ديجيشن ويتكسر الامينو اسيد؟ باظ الهيموجلوبين، باظ، ما فيش حاجه ههضمها كذاب اهي، هكسرها. قال لك عشان كده ربنا خلى الهيموجلوبين ده ممكن يعمل ابزوربشن بحاجه اسمها ايه؟ اندوسيتوزيس، يعني الهيموجلوبين زي ما هو يروح يعمل له اندوسيتوزيس ويدخله الدم. يبقى الهيموجلوبين وصل سليم للدم، يبقى الهيموجلوبين ده يستفيد ولا ما يستفيدش؟ يستفيد. يبقى نقول لك كام طريقه للابزوربشن؟ اثنين في الارض اللي هم الصوديوم ديبندنت والجلوتاثيون ديبندنت. ولكن النيوبورن عنده طريقه ثالثه اسمها ايه؟ اندوسيتوزيس. الطريقه دي موجوده في ليه؟ عشان سيادتك يقلعوا النيوبورن انه ميك يوز من الهيموجلوبين اللي موجوده فين؟ في الكولوستيوم. حلو الكلام. طب ايه علاقه ده بالالرجي تو سيرتن فود بروتين؟ هقول لك انا ما استعجلش. العلاقة ان في بعض الناس الادلت الكبار اللي زي حالاتنا سيادتك لسه عندهم اندوسيتوزيس، كبير واحد كده ولسه بيأثروا بالاندوسيتوزيس، ازاي؟ ما اعرفش. مشكلة عندهم، لسه عندهم الاندوسيتوزيس الشغال. طب اقول لك حاجة، لو الاندوسيتوزيس لسه شغالة والدايجيشن بتاعهم كويس ما يحصلهمش حاجة. اصل لو الدايجيشن كويس البروتين هيتكسر وبسرعة الامينو اسيد. فيعمل اندوسيتوزيس او ماسك ولا يهمه اي حاجه. لكن هو عنده اندوسيتوزيس شغال وكمان عنده ديفكت في الدايجيشن. ركز الاثنين مع بعض، لازم الاثنين مع بعض. الاندوسيتوزيس شغال وكمان عنده ايه؟ ديفكت في الدايجيشن. فلو اكل سيادتك البروتين بتاع الايه؟ زي مثلا الالومن او الجلوبين. اجي اكسره، انا عندي مشكله في الدايجيشن، هكسره لغايه الاخر ولا هيبقى شورت بيبتايدز؟ شورت بيبتايدز. والاندوسيتوزيس ايه؟ شغاله على قوات الشورت بيبتايد زي ما هي داخله فين؟ على الدم. الدم دخله شورت بيبتايد بتاع الايه سيادتك؟ لما يدخل الدم ده سيلف ولا نون سيلف بروتين؟ مين يشوفه؟ الميون سيستم ويطلع منه الرجي اللي طلع. يبقى فهمت الموضوع بيحصل ازاي؟ ده سيادتك بيفسر ليه ناس عندهم انرجي تو سيرت فود بروتين. ليه؟ بيأبزورب بحاجة اسمها اندوسيتوزيس، وده نورمال غلط؟ نورمال؟ لا مش نورمال، دي في الانفانت والنيوبورن زي الفل، لكن دي اب نورمال لو غلط. أنت عارف لو عنده اندوسيتوزيس بس وما عندوش ديفكت في الدايجيشن ولا يشتكي من أي حاجة، ما بيوصل لغاية الآخر للأمينو أسيد. فلو اندوسيتوزيس أو أمينو أسيد ولا يهمني، لكن بلس الاندوسيتوزيس عنده كمان ديفكت فين؟ في الدايجيشن. هكسر بروتين الإيك ده لشورت بيبتايد. اروح انا عامل اندوسيتوزيس لشورت بيبتايد دخل الدم دي سيلف ولا نون سيلف؟ نون سيلف، نون سيلف الاميون سيستم بتاعي شوفها وطلع بتاعي ايه؟ انتي بوديز. ويحصل الموضوع اللي انتم شايفينه دلوقتي الالرجي تو سيرتد فود بروتين. سيادتك ياخد افيل او ياخد اي حاجه انتي الرجيك تفاجيل او حاجه كورتيكوسترويد ولا حاجه يبقى زي الفل وياكل
الدنيا ويكمل ومفيش اي مشاكل خالص. الدكتور هو هيبطل بالعكس الحاجه الممنوعه مرغوبه جدا. تقول له عامل حساب الفراوله تلاقيها اول حاجه بتحبها الفراوله حاجه زي بسم الله ما شاء الله. الجزء الثاني ده سيرتك مش جديد، احنا خدناه في سنه اولى لو تفتكر. اسمه سيليا جديد. ليه اسم احلى واحلى واحلى؟ اسمه جلوتين انتولرنس. اكتبه لو مش موجود عندك جلوتين انتولرنس. اسمه سيليا ديزيز او جلوتين انتولرنس. الناس بقى اوائل الدفعه والناس اللي بتحب ترتل دي ليه اسم احلى واحلى واحلى برضه؟ اسمه الثاني استرو. او ساعات حتى بنسميه سيليا استرو. يبقى اسمه سيليا ديزيز او اسمه جلوتين انتولرنس او اسمه برضه ايه؟ استرو. ده حتى الناس بتقول سيلياك استرو كده الاثنين مع بعض. حلو الكلام ده يا جماعه. عنده مشكله في الجلوتين. ايه الجلوتين ده؟ الجلوتين ده بروتين موجود في السيريالز في الحبوب زي مين؟ زي البارلي. يعني ايه بارلي؟ الشعير. وزي الويت. يعني ويت؟ القمح. يبقى هو بروتين موجود في القمح والشعير في الويت والبارلي ومش موجود في الرايس والميز. الرايس والميز ما فيهوش جلوتين. الشخص اللي عنده الديزيز ده اللي عنده سيلياك ديزيز مش عارف يدايجست الجلوتين. مش عارف يدايجست ايه؟ الجلوتين. عشان اسمه جلوتين انتولرنس. يعني ايه انتولرنس؟ مش عارف يتعامل مع الجلوتين، مش عارف يتوليريت الجلوتين. طب حلو الكلام. الطبيعي ايه؟ قال لك الطبيعي ان انا باكل جلوتين والجلوتين ده فيه اثنين بروتينز، واحد اسمه جلايلين والتاني اسمه جلوتيلين. الكلام ده خدناه في سنه اولى، جلايلين والجلوتين. يقول لك الجلايلين اللي موجود في الجلوتين ده سيادتك الطبيعي انه بيكسر للارج بيبتايد ريتش ان جلوتامين. اللارج بيبتايد ريتش ان جلوتامين اروح اعمل لها فيردر دايجيشن وتتحول سيادتك ايه؟ لامينو اسيد، وبالتالي الامينو اسيد تبقى ابزورب من غير اي مشاكل. يبقى السكه دي هي سكه نورمال. الجلايلين اللي موجود في البروتين اللي اسمه جلوتين يكسر للارج بيبتايد ريتش ان جلوتامين، ده اسمه بارشال دايجيشن. اعمل فيردر دايجيشن يبقى عندي امينو اسيد فما فيش مشاكل خالص. حلو الكلام. المشكله تيجي منين؟ المشكله تيجي لو حد عنده سيلياك ديزيز ده الجلايلين اللي موجود في الجلوتين يتكسر برضه للارج بيبتايد ريتش جلوتين بس ما بعرفش اعمل الفيردر دايجيشن فيحصل اكيوميليشن للارج بيبتايد ريتش ايه؟ جلوتامين. اللارج بيبتايد ريتش جلوتامين دي لو ما حصلهاش دايجيشن سيادتك لوكالي لوكالي يعني في مكانها في الانتستين تروح عامله دايركت. وكمان ممكن اعملها ادلوكشن يعني ممكن ادخلها فين؟ في الدم. ولما تدخل الدم اللارج بيبتايد دي تبقى ريكوجنايز از بينج سيلف ولا نون سيلف؟ دي بتاعتي ولا بتاعت القمح؟ بتاعت القمح سيادتك فيطلع بتاع ايه؟ انتي بودي. الانتي بودي دي بتعمل ديستراكشن للجي اي دي ويحصل اعراض السيلياك ديزيز. كل مرض خدوا على كده انه حكايه كده عمرك ما هتتضايق منه ابدا. المشكله بتاعتي اسمها سيلياك او جلوتين ايه؟ انتولرنس. مشكله مع الجلوتين وده بروتين مكون من اثنين بروتين شاكين مع بعض جلايدين وجلوتين موجود في الويت وكمان فين؟ في البارلي. ابسنت فين؟ في الرايس وكمان فين؟ في الميز. الطبيعي سيادتك ان الجلوتين ده او سوري ان الجلوتين ده بكسره واطلع لارج بيبتايد ريتش جلوتامين. والطبيعي ان اللارج بيبتايد ريتش جلوتامين دي يحصل لها فيردر دايجيشن تبقى مين؟ امينو اسيد. فعندي امينو اسيد كده في اي مشاكل؟ ولا اي مشاكل خالص. مشكلتي بقى لو اللارج بيبتايد ريتش جلوتامين دي ما اتهضمتش. هتاكيوليت في الانتستين لوكالي تعمل ايه؟ دايري. ولو حصل لها ابزوربشن ودخلت الدم بريكوجنايز از بين سيلف ولا نون سيلف؟ نون سيلف يطلع ضدها انتي بودز. عشان كده المرض ده يا جماعه اللي اسمه جلوتين انتولرنس دكاتره بيبقى اسوشيتد مع اذر اوتوميون ديزيز. يعني نتيجه الانتي بودز اللي طلعت دي ممكن تعمل اذر اوتوميون ديزيز. فبلاقي جلوتين انتولرنس معاه كمان لاكتوز انتولرنس. ليه؟ عشان ده يا جماعه اوتو اميون في اوتو انتي بودز طلع فمعاه كمان اذر اوتو اميون ديزيز زي لاكتوز انتولرنس. طب بذمتك بياخد مثلا منك يا جدع الشخص ده اللي مش عارف يتعامل مع الجلوتين وكل ما اديله جلوتين يحصل له بلاوي سودا اعالجه ازاي؟ يقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عندك. هو لما بيتنيل على عينه وبياكل جلوتين يحصل له بلاوي سودا يبقى ياكل جلوتين ولا ما ياكلش جلوتين؟
يبقى عليه كلوتين فري دايت. عشان كده الناس اللي بتحب تفطر سيريال الصبح عارفين الكورني فليكس والحاجات دي. لو انتوا ركزتوا الحاجات دي مش حاجات يعني جسم كلها بتيجي من بره وبره المرض ده منتشر. فتلاقي على البوكس بتاع الكورني فليكس يقول لك ايه جلوتين فري او كونتيننج جلوتين. عشان تبقى واخد بالك لو انت عندك المشكله دي خد البوكس اللي مكتوب عليه جلوتين فري يبقى علاج الجلوتين انتولرنس او السيليا ديزيز جلوتين فري دايت. حلو الكلام جدا جدا جدا. عايز حاجه؟ خلاص دي كام المره الجايه؟ خلاص ست مرات كده خالص كده.